أصيب بمرض شلل الأطفال عند بلوغه عامه الثاني، ولكن إصراره على النجاح وتحقيق طموحاته مكنه من أن يصبح بطلا رياضيا وموظفا في وزارة الداخلية الإماراتية منذ 15 عاما. نال راشد الظهور عددا من الميداليات في رياضة ألعاب القوى على المستويات المحلية والقارية والدولية خلال 10 سنوات. أول بدايات الشيء كان في خوف داخلي من عندي، ويوم كنت أنا والشباب يعني عندي ربعي وكذا حسيت أن هالخوف نزعته من داخلي يعني، فاستمريت بهالشيء طال عمرك. الحمد لله حققنا الميداليات اللهم لك الحمد في المراكز الأولى، فمثل ما أقول لك العزيمة والإرادة الواحد يوصل باللي يبغاه. يعيد راشد الفضل في نجاحه إلى أسرته وكذلك إلى وزارة الداخلية التي يقول إنها لم تتردد لحظة في دعمه وصقل موهبته ومنحه ما يلزمه من وسائل حتى ينخرط في المجتمع الذي يعزز مكانة فئة أصحاب الهمم. يعمل في مجال الخدمات المساندة في نظام المراسلات التابع لوزارة الداخلية والموارد البشرية، يتابع الكتب الصادرة والواردة واللي تكون للإدارة والكتب الداخلية والخارجية بنفس اللحظة. فشخص مجتهد مثابر ينجز عمله بالوقت المناسب، كون علاقة طيبة مع أصحاب مع زملائه في العمل الداخليين والخارجي. رياضيا يطمح راشد للمشاركة في البطولة القارية المقبلة، أما على الصعيد المهني فيسعى للعمل ضمن الكوادر الإدارية المعنية بفئة أصحاب الهمم. رفض الاستسلام لمرض شلل الأطفال الذي أصابه قبل 32 عاما، وأصر راشد على أن يكون شريكا في الإنجازات الرياضية وأن يعمل في وزارة الداخلية بكل طاقة إيجابية. درويش الطويل، سكاي نيوز عربية، الفجيرة.